برافو عليك السنه دي بصراحه، كان مميز جدا ورائع، وكان دوره كبير جدا سواء جوه الملعب او بره الملعب كقائد لفريق نادي الزمالك. حتى ممكن ما كانش في ساعات بيبدا المباراه بس كان بينزل، كان مؤثر جدا، وبقول له برافو عليك ومبروك مستواك المميز ومبروك البطولات اللي انت حققتها مع نادي الزمالك السنه دي ككابتن نادي الزمالك. قفشه من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، يعني لعيب كويس قوي، لعيب كورته حلوه وبيلعب كره سهله، بس السنه دي مستوى كان شويه انخفض شويه في الجزء الاخير من الموسم، بس طبعا انا عذره ان مش هو لوحده والفريق كله، فطبعا لما الفرقه كلها مستواها بينخفض هو تاثر، بس هو من اللعيبه اللي انا بحبها جدا ويعني بستمتع بالفرجه عليه، يعني محمد مجدي قفشه. انا شايفه ماشي في التوقيت الغلط، لكن هو مدرب كبير وحقق بطولات كبيره وكتيره للنادي الاهلي في فتره صغيره، عنده خبره كبيره جدا في افريقيا، لكن هو الفتره الاخيره ما كانش مركز مع النادي الاهلي، وخساره افريقيا برضو بوظت العلاقه بينه وبين الاهلي، لكن هو مدرب كبير وعمل انجاز كبير في النادي الاهلي. من الشخصيات المحترمه جدا ومن المديرين الكره الاكفاء في مصر، كنا اعتقد ان هو بالنسبه لي يعني من احسن 2 أو 3 مديرين كره في مصر، ومن الشخصيات المميزه وراجل مخلص جدا للنادي والنادي الاهلي، سواء بقى كان لاعب قبل كده او كان مدير كره ومسؤول دلوقتي، فبحييه واتمنى له التوفيق ان شاء الله. ده أسطورة طبعا، يعني نجم كبير وكلاعب وكان مسؤول في النادي الأهلي، تدرج لغاية ما وصل رئيس نادي، حقق بطولات كبيرة للنادي الأهلي سواء وهو لعيب أو وهو رئيس نادي أو نائب رئيس أو عضو مجلس إدارة، فده أسطورة كبيرة يعني كلنا بنحبه أهلاوية وزملكاوية، وأتمنى إن الأمور تهدى شوية بين الأهلي والزمالك، اللي كابتن محمود يعني أسطورة كبيرة وكلنا بنحبه وبنحترمه يعني. بهنيه على الفوز ببطوله الدوري، ان هو من ساعه ما رجع مجلس اداره نادي الزمالك وكان في فتره بعد وبعدين رجع، الراجل اشتغل بشكل كويس جدا واجتهد وعمل امكانيات كويسه للنادي، وفر امكانيات كويسه وفلوس وموارد وساب الجهاز الفني لنادي الزمالك اشتغل بهدوء، وكان في يعني استقرار وساب الامور تمشي، امير مرتضى مشرف على الفرقه هو كرئيس نادي، فيريرا كمدير فني، فانا ببارك له على المجهود الكبير اللي عمله السنه دي، والفوز ببطوله الدوري والكاس ده برضو انجاز كبير جدا، فالف مبروك للاستاذ مرتضى منصور. يعني والدي العزيز يعني برضو اسطوره كبيره في مصر طبعا، سواء في كلاعب او كمدرب، وبقول له يعني بنعتز بيك دايما وبنحبك، و ربنا يديك الصحة يا رب وطولة العمر.